إنك ناوية تبيع المستشفى؟ أنا إلي زمان عم فكر بالموضوع هاد عمر، واليوم لما عرفت إنك رح تترك المشفى حسيت إنه قراري صح. بس أنا كنت بفضل إني أسمع منك وما أسمع هذا الشي من العالم. أحياناً ما بفهمك عمر، ليش أنا ما دريت إنك رح تستقيل من المشفى من العالم كمان؟ أنت بتعرفي قديش هاي المستشفى كانت مهمة عند أبوكي، ما هيك؟ طبعاً بعرف، مهمة كتير كانت، كمان كان عنده وصية إذا بتتذكر، إنك تكون كبير الأطباء بالمستشفى تبعه، وإذا أنت ما رح تمشي على هاي الوصية ورح تقدم استقالتك منها هيك بهالبساطة، بظن إنه فكرة بيعها رح يكون القرار المناسب إلي وإلك. ولا تنسى كمان إنه أنا عندي شغل ولازم ركز عليه، وجهاد وضعه بتعرفه، إذا أنت ما رح تشتغل فيها رح يكون صعب علي يتابع بشغلي وبالمشفى. طيب انت امتى قررتي موعد البيع؟ بكره رح اعمل لقاء مبدئي، اذا بتحب فيك تنضم لنا. برايي استعجلتي بهالقرار، ويا ريت تفكري فيه كمان مره. طبعا رح فكر باللي عم تقوله عمر. ماشي، لكان بعدين بشوفك. عمر، الصبح كنت طالبه منك طلب، تذكرته؟ انا خايفه على جهاد كتير هالفتره، جوري لازم تخبر جهاد انه ما رح تقبل تتزوجه ولا بأي شكل، رغم اصراري عليها لهلأ ما خبرته ابدا. جهاد مفكر عن جد انه هو رح يتزوجها، المشكلة ما فيني خبره. مع حق جوري، وضع جهاد ما بيسمح لجوري انه تخبره بأي شي بنوب. بس ما فينا نضل عم نضحك على جهاد ونخليه يفكر انه بتحبه. انا كمان اليوم حكيت مع نور، كانت متخانقة هي وجوري، وقدام عيون جهاد صار هالشي. تصور انه جوري دفشت البنت ووقعتها عن الدرج، انت متخيل قديش كان بشع هاد الشي اللي شافه جهاد قدامه؟ وجوري ليش لحتى تدفشها من على الدرج؟ ما فهمت. والله انا كمان ما فهمت، بس هيك صار، يمكن لانه جوري عرفت انه نور حامل من جهاد اتضايقت منه ودفشتها على الدرج، هيك بتوقع. شو قلتي؟ هلأ نور حامل عن جد ومن جهاد؟ ايه عمر، نور حامل منه. المهم هلأ انه تعرف ليش رفيقتك دفشتها للبنت، وليش هي مهتمة بجهاد طالما ما بدها اياه. اللي بدي اياه منك هلأ يا عمر انك تروح وتقنعها لجوري، هي ما عم ترد علي، يمكن تسمع منك. لازم تخبر جهاد انه هي ما رح تقدر تتزوجه. بصراحة أنا حكيت مع الدكتور تبع جهاد، هو كمان نصح بهالشي. طيب أنا رح حاكيها. بشوفك توليب. مع السلامة عمر. أنا بحبك جوري. لو سمحت صدقني عمر، أنا ما عملت شي، عاكف بيك هو اللي تحركش فيني فجأة. والله جوري أنت مانك مجبورة تشرحي لي شي أبدا. على أساس بتصدقني؟ وما بتصدق لو حتى شفت بعينك. جوري ما بدها تاكل؟ بلا بابا، ليك هلا بتجي. بابا حبيبي، بكره رفقاتي بالجامعه عاملين رحله، يا ريت تسمح لي روح معهم. راجعين بنفس اليوم؟ لا، رح ننام ليله وحده. ايه خلص، لكان بلاها هالروحه من اصلها. بابا يعني ما فيها شيء، هي رحله عاديه، خليها تروح تنبسط هي ورفقاتها وبتغير جو شوي، بعدين بيكونوا ملوا من الدراسه. هي معها حق. شو مفكرتيها رحلة ابتدائي انتي؟ خلص يولا، شو بك؟ اسفة تأخرت عليكم. بابا الله يوفقك، كل رفقاتي رايحين، لو سمحت خليني روح. مو موافق. خلص بابا خليها تنبسط، بلا ما تخجلها قدام رفقاتها.
طيب طالما اختك هيك بدها. عن جد ماني مصدقه، شكرا كثير، الله يخلي لي اياك. يلا رايحه احضر اغراضي. شبعت صحه وهنا. ها الو داني، بابا سمح لي اطلع على الرحله بكره. انت عن جد عم تحكي؟ انا حسيت انها رح تزبط. هلا الصبح بكير رح نطلع. ايه حياتي، انطريني عند كافيه الجامعه وانا بجي باخدك. طيب نحن رح نطول شيء؟ قلت لهم يوم. لا ما رح نطول كتير، خلاص اعتمدي علي ولا يهمك انتي. طيب رح انطرك بالكافيه الصبح، تصبح على خير. وانتي بخير. والله طلعتي مالك سهلة ابدا. اي روحي لقلك، انا بعرف شلون بدي اتصرف مع حضرتك. بكره رح اخدك لعند دكتورة. ها وصل كبير اطباء المستشفى. لا تواخذوني قطعت عليكم اجتماعكم، لازم احكي مع توليب خانم بموضوع ضروري كتير. بعد اذن حضرتكم برجع. تفضل خذي راحتك. ليكي انا ما رح احكي كتير توليب. اذا انا بقيت بالمستشفى بتلغي عملية البيع؟ ماني متأكدة عمر، بس إدارة المشفى بهالفترة رح تكون صعبة علي. لا تنسى شغلي الأساسي، يعني لما أنت كنت عم تشتغل هون ما كان مشغول بالي بنوب، حاسة إنه قرار البيع هو الحل الصح. بكل زاوية من هذا المستشفى أنا في إلي ذكريات مع أنور بيك، ومشان هذا السبب أنا بدي ضل أشتغل هون. لو سمحتي ممكن تلغي عملية البيع؟ انت متأكد ما رح تتعطل الخطط تبعك؟ انا بعرف شو بدي منيح توليب. طيب فورا رح خبرن اني لغيت عملية البيع، بس مثل ما قلت لك ما بدي وقف بوش خططك المستقبلية. بس بعد ما حسيت انك خفت تخسر ذكرياتك بهي المستشفى فانا احترمت هالشي اللي حاسس فيه، وكمان حسيت انه بابا حابب انك تضل بالمشفى. معلش تصرح بهالشي للصحافة اذا سمحت. ممكن ما في مشكلة.